صراحة أنا في حياتي ما كنت عنيف أو مضر أو ممكن أؤذي شخص، لكن في هالقصة كنت على وشك إن أخلي شخص ينعمي وما يشوف من عين واحدة، ومع ذلك أنا إلى اليوم مقهور وأحس روحي مظلوم في هذه القصة. خلنا نبتدي من البداية. في 2005، لما أنا قاعد أفكر في 2005 أحسها قريبة، بس ترى يا جماعة اللي مولدين في 2005 هالسنة بيصيرون 18، فواو قبل 18 سنة صارت هذه القصة. وقتها كنت في الصف الرابع وكنت صغير جسمانيا وعمريا بعد، يعني كان عمري 9 سنوات أتوقع أو شيء، فكنت صغير. كان عمري 9 وكنت توني داخل منتقل على مدرسة جديدة في الصف الرابع. انتقلت مدرسة جديدة بسبة أول شيء إن نقلنا بيتنا من منطقة إلى منطقة، فكانت هذه المدرسة أقرب. وفي نفس الوقت أخوي عمر كان دائماً يسبب مشاكل وكان راعي مشاكل، فأغلب المدارس اللي ننتقل لها يقولون لو سمحتوا السنة الجاية غيروا، ما نبي في مدرستنا. أنا كنت وايد شيطان، يمكن انتقلت في المرحلة الابتدائية يمكن 4-5 مدارس وانطرت من مدرستين، ولها سبب أمي وابوي كانوا ينقلوننا مع بعض من مدرسة إلى مدرسة. كان الموضوع شوي صعب علي مع أن أنا متعود أتنقل بالمدارس، بس هذه المدرسة بالذات كانت صغيرة، يعني كل مرحلة كان فيها يمكن 2-3 بالكثير. فأنا مثلا دخلت الصف الرابع، كان في الصف الرابع ألف باء وجيم، أنا كنت في جيم. كان الشيء صعب بالنسبة لي لأن أغلب الطلبة الموجودين كانوا موجودين من الصف الأول الابتدائي، أنا كنت جديد عليهم. كان يعني شوي صعب الموضوع علي أن أكون صداقات، وهو الأسابيع كانت تحدي بالنسبة لي لأن كنت جدا وحيد. يعني تخيلوا اطلع في الفسحة الكل قاعد يلعب مع اصدقائه، انا قاعد بس اطالع، ابي العب بس الالعاب كلهم جماعة قاعد يلعبون. تعرفون هاي اللعبة اللي تتوازن فيها، ما يصير تقعد بروحك والجهة الثانية ما في احد، شلون تلعب؟ تبي تلعب كرة ما تقدر تلعب بروحك، كل لعبة تحتاج اصدقاء، تحتاج ناس وياك. فكنت جدا وحيد لدرجة كنت ايام فسحة الطلبة يطلعون برا يلعبون، انا قاعد في الصف اكل سندويشتي وخلاص. مرت الايام والاسابيع وكان في واحد حبوب 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 والله لليوم اذكره واتذكر اسمه واقول له شكرا، وللاسف اليوم ما عندي تواصل وياه، بس محمد جاسم شكرا لانك انسان متربي، لانك انسان عجيب، شكرا على هالشيء البسيط اللي سويته. ويمكن ولا تتذكره بس انا الى اليوم اتذكره يا جماعه. تخيلوا كنت قاعد اكل سندويشتي كالعاده بروحي ما عندي شيء، كنت قاعد اطالع الاطفال اللي قدي هلهم في الصف معاي قاعد يلعبون كره قدم بغرشه فاضيه، غرشه ماي البلاستيك ما كان فيها ماي، كانوا بس يشوتونها ويلعبون كره فيها وهالاشياء، شيء بسيط يعني. محمد جاسم قرر انه يجي لي عندي ويقول لي العبوا ويانا كره، بس قال لي تلعبوا ويانا كره انا مباشره ابتسامه اقول لكم ما توقف. ايه اتوقع ما اكلت شيء بعدها، اتوقع رميت السندويشه مباشره، رحت ولعبت لعبت 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 ما حسيت بروحي لدرجة رن الجرس والكل دخل وأنا ما كنت عارف إن رن الجرس. تأخرت ربع ساعة على الحصة اللي بعدها، وعادي كنت أتأخر أكثر لولا إنه خلاص ما في أطفال برا، الكل دخل الصف، أنا الوحيد اللي برا قاعد ألاحق الغرشة هذه وقاعد أشوتها وغيره. تخيلوا من كثر ما كنت فرحان لما دخلت الصف، المدرسة طبعا عندنا في البحرين في الصفوف الابتدائية مدرسات هم اللي يدرسون حتى الأولاد، من كثر الوناسة لما دخلت الصف المدرسة ما قالت لي ولا شيء، كانت فرحانة أنا أوه أخيراً لقيت أصدقاء، أنك كنت مستانس. أتوقع أنها كانت تشوفني كل يوم قاعد في الصف أكل بروحي ما أسولف مع أحد، وبس من بعدها يا جماعة خلاص عندي أصدقاء. أترقى بالفسحة عشان نروح بين المبنيين، هاي مكان المعتاد كان في مكان صغير يعني بين مبنى ومبنى، كنا نروح نلعب كرة مستانسين. وطبعاً ما كان في مدرسات أو مشرفين أو مراقبين يعني يراقبون علينا في هالوقت لأن المكان صغير، ما كانوا يراقبون في الأماكن الباقي بينون، فلهالسبب يعني كنت قادر أتأخر بعد ما يرن الجرس وغيره. ما اعرف وين كل يوم كنا نطلع غرش بلاستيكيه جديده، بس كل يوم كانت هاي لعبتنا. الى ان صار ذاك اليوم، وما اعرف ليش في هذه العمر دائما اللي تشوفه مثلا اكبر منك بسنه، يعني مثلا انت الصف الرابع تشوف الصف الخامس كانهم كبار، كان الفرق بينك وبينهم 20 سنه. دائما كان عندنا هاي الاحساس انهم سنه او اقل من سنه، اشهر تلاقون الفرق بيننا وبينهم عمريا، بس في وقتها كانوا حتى جسمانيا اكبر، تحسهم ما تحسهم نفس العمر. في هذا اليوم رحنا نبي نلعب لعبتنا كالعادة في مكاننا المعتاد، شفنا طلبة الصف الخامس ماخذين مكاننا قاعد يلعبون، وما أعرف ليش بس كنا خايفين منهم، فقلنا صح خذوا مكاننا بس هم أكبر يعني خلاص بنروح مكان ثاني. رحنا مكان قريب من المكان نفسه أصغر، وايد صغير، ما كنا مستانسين وإحنا نلعب، يلا ذلك خذوا مكاننا وقاعد يلعبون لعبتنا بعد، ما عليش هم أكبر ما نقدر نقول لهم شيء، راضيين بالمكان الصغير اللي إحنا فيه. ما نشوف إلا طلبة الصف الخامس يا اللي عندنا قالوا هاي أنتوا وقفوا لعب، يعني ما قالوا لنا غيروا مكانكم او اي شيء، لا قالوا وقفوا لعب، هاي لعبتنا كفايه انتم ماخذين مكاننا.
بعد تبون نوقف لعب؟ على اي اساس نوقف لعب؟ مباشره واحد من الموجودين معانا كان يبي يروح يبلغ المدرسه، خلاص بيروح يقول حق المدرسه معلمه خذوا مكاننا تشوفيهم هالكلام يا صف رابع. شنو قالوا له؟ قالوا له الفتنه اشد من القتل. ما له دخل، ما خذوا الايه القرانيه الفتنه اشد من القتل على اساس ان الفتنه هو الشخص الفتان اللي يروح يفتن عند المعلم، يروح يقول حق المعلم، واحنا في هالعمر صدقنا اشد من القتل؟ لا 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 خلاص، مو فعلا ما رحنا نقول حق المعلمه. بعدها انا ومحمد رحنا قلنا لهم لا يا جماعة ترى انتم ماخذين مكاننا وما يصير تخلونا نوقف، انتم اوريدي قاعد تلعبون في مكاننا، بعد تبون تخربون علينا مرة ثانية. وصار كلام 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 الان وصلنا حق هالقرار، نلعب مباراة 3-3 كرة قدم الغرش المائية البلاستيكية، والفايز هو اللي بياخذ المكان وبيصير مكانه. اي نعم، الاصغر ضد الاكبر والاضخم والاطول وكل شيء. وفعلا وافقنا وتجهزنا، ومن بين هالثلاثة اختاروني انا لان انا كنت يعني من بين الافضل بينهم. بنلعب 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 الى ان يصفر الحكم او بالاحرى يرن جرس الفسحه. بعد ما يرن الجرس النتيجه هي خلاص هي النتيجه النهائيه، ما في وقت بدل الضايع. طبعا ما له داعي اذكر بين الفرق جسمانيا، هم كانوا اطول اضخم وهم عندهم الافضليه. بدينا نلعب نلعب، النتيجه كانت متساويه، جول بجول، تعادل تعادل، ما يخلص ما يخلص، الكل قاعد يسجل اجوال. الى ان جاتني هذه الهجمه ولحين اتذكرها، كانت هاي الغرش البلاستيكيه قدامي كذي، تخيلوها سلو موشن ها. صدق يا جماعه اقول لكم عطيتها شوطه كذي خارقه، كنت منفرد مع الحارس ويات الشوطه راحت الكره راحت 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 هاي الحارس، تخيلوا الحارس حيد راحت 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 بوب صفقت في راسه ودخلت جول. فعلا احتفلت ياس، كنت احس انه ما باقي شيء على الجرس وخلاص بندخل الصف، قلت انه خلاص هاي جول الفوز، ما يمديهم يسجلون جول التعادل خلاص. تعرفون هلا في بالي موسيقى الفوز ياس، ولا مره واحده احد دفعني من ورا، انا هني مو مستوعب، انا توني فرحان ببتسم ابتسامتي متشققه وقاعد احتفل وذي، لفيت واشوف شخص وجهه احمر على شي معصب ويدفعني مره ثانيه ويدفعني ويسب ويصارخ ويدفعني مره ثانيه. طلع ان هذه حارس الفريق الثاني وضعيف هلا، هو نوعا ما كان عظامه بس طويل، وكان يدفعني يدفعني على تحت لان انا كنت قصير. قال لي يا طوط ليش تشوت الكره فيني؟ طوط بس قاعد ارجع على ورا، يدفعني ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. طبعا من اللي تبين لي لاحقا بعد ما خلصت السالفة وكل هالأشياء وصارت الأحداث اللي بتصير، تبين لأن كان في ناس برا ضحكوا علينا وعن ما أنه صفقت فراسه ودخلت جول، عصب وقال أنا بأدبه، شلون هذا الصغير الأصغر مني في الصف الرابع يسجل علي بهالطريقة؟ لا أنا بأدبه أنا براوي اللي وياي في الصف بعد بروحهم مو عارفين شنو قاعد يصير. هاللحظة أنا ما أعرف شلون جسمي بس لا إراديا تذكر أن أنا كنت آخذ حصص دفاع عن النفس، كنت أروح وأنا صغير حصص حق ما قاعد أتذكر اسمه، هو نوع من أنواع التايكوندو أو شيء، حاولت أبحث عنه ما لقيته، نفس التايكوندو دفاع عن النفس. وأتذكر كان في حركة المدرب الكبير يعلمني إياها، إحنا كأطفال كنا نسويها حق مدرب ونقدر نطيح. اي نعم كدفاع عن النفس رفاخال بيساعدني. فالحركة عبارة عن تاخذ الشخص، هاي هو الشخص مجاب لك هاللون، تروح حق الشخص وتخلي ريلك وراه وتدفعه. اخ شكرا كرباخال ما قصرت، قلت يلا انا بدافع عن نفسي بسوي لها الحركه، وفعلا نطرته يلا تو تو بيدفعني، رحت مسكته هاللون وطاح نزلته في الارض اقوى ما عندي. حصص الدفاع عن النفس الارضيه تكون سفنج، فحتى المدرب حتى باقي الطلبه ما حد يتالم. انا هالمره سويتها على ارضيه صلبه، فلما طيحته طيحته على الحبيبه. اي نعم طيحته على الحبيبه وتالم مره واحده، اشوف شخص يصارخ وهو قاعد يمسك ظهره قاعد يصيح يصيح يصيح. الشخص اللي توه كان معصب وقاعد يدفع وهالاشياء مره واحد قاعد يصيح في الارض. فانا كان عندي شعور غريب يا جماعه، كان اللي انا فرحان نفس الوقت بين اللي اوه لا انا اذيت شخص، شنو لازم اسوي؟ مسكين قاعد يصيح، انا كنت هلا مو عارف مو عارف شنو لازم تكون رده فعلي، وما امداني اروح اساعده او شيء، لا اشوفه واقف وقاعد يركض، راح حق رابعه اللي وياه في الصف، وفي ثواني اشوف شخص ضخم اكبر منك انه هاللون، هاي كان بوس يعني الحين هو الفاينل بوس البوس النهائي، يعني كذي معصب بعد قاعد صارخ انت شويت في رفيجي، انا بدافع عن رفيجي هلون، تعرفون البطل النهائي كذي معصب. هاللحظه الحمد لله اخيرا اللي معي في الصف استوعبوا انه اوه يا جماعه احنا لازم ندافع عن صاحبنا اللي ويانا في الصف، حاولوا يروحون يهدون، تعرفون اللي رايحين يهدونه لا وقف وقف خلاص، خصوصا محمد جازم كان يحاول يهدي لا لا ما عليك، هو كان قاعد يطقه ورا شنو. اي شخص من كثر ما ضخم ايش سوى؟
وصل لي. حرفيا فلتهم قطهم كل مكان هلون بس دفعه 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 ووصل لي مسكني من قميصي هلون وبدي يدفعني يشيلني ويقطني يشيلني ويقطني لحد درجه كان ضخم طبعا صراخ وسب صراخ وسب صراخ وسب انا قلت يلا دفاع عن النفس هجوم مسول تيكواندو عند الحزام الاصفر على الفاضي الاصفر طبعا ولا شيء بس مجامله اعطوني اياه حرفيا رحت يلا قلت الحين لما بيدفعني واسوي له وطا وقطه في الارض نفس ذاك قلت خلاص انا انهيت اي ادبهم اي ما اشوف الا شخص وقف نظف روحه رجع لي وهو معصب اكثر وقاعد يصارخ اكثر وش سويت انا عصبت زياده انا ايش سويت حرفيا كان ثور هايج هلون جاي لي وشايل لي خلاص هالمره ما قاعد يرميني هالمره ما اخذني بازرب حيط بيصفقني هلون خلاص انا بروح فيها وصار شيء اتوقع انه كان دفاع عن النفس الموجود داخل كل انسان اشتغل اخيرا كذي عندي ما اعرف شلون صار بس صار في لحظات دي وهو شايلني خلاص بيصفقني في الحيط ان يدي سويتها هاللون على شكل بوكس واروح اقوى ما عندي هو شايلني هاللون واسوي له بس مو في الكاميرا بعينه في عينه اقوى ما عندي صفقته في عينه لدرجه سمعت صوت هاللون ما اعرف شلون الصوت شلون بس هاي كان صوت عينه من قوه الصفقه واقول لكم يا جماعه من كان شايلني بيصفقني في الطوفه تركني واشوف شخص يسوي هاللون وطايح على الارض طايح على الارض يصارخ ويصيح بعد يصيح اي نعم الثور الضخم الهايج هاي اللي يرمي الكل كذي قاعد في الارض قاعد يصيح وين راحت الهيبه وين الشجاعه والقوه وين بوكس واحد طيحك في الارض هني حرفيا اقول لكم يعني انا مو عارف يعني ايش قاعد يصير وهو قاعد يصيح هاللون وقف وركض بعيد خلاص ركض رفيجه اللي وياه ركض معاه هاللون وركضوا قسم بالله حسيت روحي في فيلم لو جاي مستانسين احتلينا مكان انا مستانس تغلبت على الاشرار بس باقي موسيقى نهاية الفيلم وهلون انا اطلع كذي واسامي تطلع وخلاص ينتهي الفيلم بس لا كان في اكثر خلصت الفصحى رجعنا الصف مستانسين وكل شيء قاعد نسولف عن اللي صار وما مرت 10 دقائق على الحصه الا اشوف احد قاعد يطق الباب علينا في الصف تبطل الباب المديره المساعده كانت ضخمه هاللون اتوقع من اصول انجليزيه ايرلنديه او شيء كانت ضخمه كذي هاللون داخله علينا كذي وراها شيء صغير هاللون كذي ما قاعد يبين شنو هاي الشخص قالت كم كلمه هاللون للمدرسه وبعدين راحت على صوب كذي ونشوف شيء صغير هاللون يطوف هذه هو اللي بطعيني حرفيا المتنمر الضخم ذا راح واشتكى عند المديرة المساعدة صاح عند المديرة المساعدة وقال لها ان انا ضربته وبطيت عينه بدون اي سبب الشخص نفسه اللي كان يقول الفتنة اشد من القتل وليش تروح تقول حق المعلمة يا الخواف صاح وراح حق المديرة المساعدة والقهر ان اللي وياه صديقه اللي بعد طيحته على الارض راح شهد انه فعلا انا ضربته وهو ما كان مسوي اي شيء غلط كان قاعد يلعب في حاله وانا رحت وضربته بوكس وما اعرف شلون صدقه وفعلا خذت المدير المساعدة إلى مكتبها مع الطالب ذاك لازال يصيح وبعدها يا جماعة سفلت فيني بطريقة أول مرة تسفل فيها هاللون في حياتي امتحت فيني الأرض لا تشوفون الكلام اللي قالته الزف اللي زفته الصراخ اللي صرخته علي امتحت فيني الأرض حرفيا ووصلت الموضوع حق أهلي طبعا اللي فهمته من أهلي عقب أن هددتهم لما احتمال يفصلوني من المدرسة بما أن أنا كنت جديد على المدرسة صار لي أسابيع بس من بدايتها كنت جريب أعمي شخ فكانوا خلاص بيفصلوني من المدرسة نهائيا بعدها رجعت الصف كنت حدي حزين بشكل مو طبيعي يعني تخيلوا احس روحي مظلوم وتوا صرخت علي وانا صغير صف الرابع هل لازم كنت اسكت واخليه يطقني انا كنت قاعد ادافع عن نفسي فكنت صدق حزين ومتضايق وحتى المدرسه لاحظت هالشيء لما رحت مع المديره المساعده انا متاكد ان المدرسه سالت الطلبه شنو صار ليش المديره المساعده اخذته وقالوا لها القصه من وجهه نظرهم من اللي شهدوا عليه يعني فهي عرفت القصه كلها فلما رجعت وشافتني هاللون حزين قالت لي ايش السالفه شنو صار؟ قلت لها انه كذي وقالت لي كذي وقالت لي كذي وبيفصلوني و و و. هني المعلمه والله الله يجزاها بالخير كانت كانه ام وظالمين ولدها. تخيلوا يا جماعه وقفت الحصه وقالت حق مدرسه ثانيه تعالي غطي الصف انا ما اقدر وخذتني معاها في نفس الوقت ودرعمت على المديره المساعده قالت لها لا كذي 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 صار اللي سويتيه غلط انا ما ارضى تسوين لها كذي. والله يعني ليه اليوم اتذكر هالموقف فزعت لي بشكل مو طبيعي. انا ما اتذكر باقي النقاش اللي صار وغيره 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 بس اللي اتذكر ان يعني المديره المساعده خلاص انحشرت في الزاويه مو قادره تقول اي شيء فكان عذرها الوحيد ان احنا نحاول نوقف العنف في المدرسه ليش هو ما راح واشتكى عند المدرسه يعني تتكلم عني ان لما دفعوني وسبوني ليش ما رحت اشتكيت عند المراقبين او المدرسين الموجودين في الساحه يعني وقت الفسحه صراحه عذر بايع يعني واحد قاعد يدافع عن روحه شنو تحتاجين يسوي اكثر المهم فاللي صار انه يعني حاولوا يلقون شيء حل وسط عشان اول شيء اهل الطالب ما يشتكون علي لان حرفيا تموا يمكن اسبوع كامل لافين شيء على
عينه واتوقع انجرحت عينه او شيء، وفي نفس الوقت يعني عشان يراضوني انا اللي كنت ادافع عن نفسي بس نوعا ما عشان ما استعمل العنف. الحل الوسط كان نفصلوني انا وذاك الشرير لمده يوم واحد بس، واهلي لما المدرسه قالت لهم على القصه كامله اللي صار انه حرفيا كاني خذيت يوم اجازه قاعد مريح العب في البيت، ما قالوا لي ولا كلمه، يعني مع انه كان فصل بس ما قالوا لي ولا شيء، ولا زفوني ولا وبخوني ولا شيء. واليوم اللي بعده داومت المدرسه ولا كان صار شيء. بس اللي صار بعدها ان من يومها يا جماعه وكل الصبيان الصف الخامس يخافون يقولون اي شيء حق صفنا، ما يجربون من صفنا بعد ما كبريتهم واضخم ناس فيهم صيحتهم وهلوا نوعا ما طيحتهم في الارض، خلاص ما يقولون لي ولا كلمة، ما يقدرون علي. بس يعني هذه قصة الشخص اللي بطيت عينه وأنا بستانس. إيه بطيت عينه يستاهل، وإلى اليوم إذا لقيته بقول له إنه بطيت عينك وأنت تستاهل. بس الحمد لله يعني قادر أشوف حياته، أتمنى يعني أتمنى عينه تمام، ما ضريته ضرر أبدي. المهم يا جماعة هذه كانت قصتنا، أنا عارف يمكن ما أقدم هالنوع من القصص وايد، بس إذا عجبتكم سر اللايك والاشتراك، كتبوا لي يعني تحت في الكومنتات. أما الحين أنا خلاص وايد سولفت، بروح أخذ لي ماي، تقدرون تضغطون هني هاي المقطع بيعجبكم.